نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للعلم السوري بعد أن تم رفعه على البوابة الغربية للفرقة 17 في الرقة والتي كانت تسيطر عليها كتيبة أحرار الشام. يذكر أن الجيش العربي السوري تمكن من فك الحصار عن محيط الفرقة واستطاع التمركز في عدة قرى متاخمة لها، وذلك بعد انسحاب كل من حاشا وداعش منها.